قبل ساعات قليلة من المباريات المنتظرة واقتراب المنتخب اللبناني من التأهل لبطولة العالم، إنسايد جيم بيستضيف رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي، مدير المنتخبات الوطنية غازي بستاني، وكابتن المنتخب جان عبد النور. شو آخر تحضيرات المنتخب؟ كيف رح يواجه منتخبي نيوزيلندا وكوريا الجنوبية؟ شو أجواء منتخب لبنان؟ وهل عنده حظوظ بالتأهل لبطولة العالم؟ إنسايد جيم 3:30 المساء مباشرة على LB2.